الأشياء المكسورة. شاركني صديق بهذا التأمل: قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. كسر فخذ يعقوب بركة، كسر الجرار في قصة جدعون نصرة، كسر الأرغفة للجموع شبع، كسر قارورة الطيب عند قدمي المسيح سجود. الله سيحول كسرك إلى بركة لكل من حولك، ونصرة على محارباتك الروحية، وشبع في حياتك، وسجود للرب شكرا وعرفانا، لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه: في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين.